السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم معنا مدجل الامتحان الموحد المحلي على صعيد مؤسسة في مادة اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي، دونك الدورة الأولى، دورة يناير 2024. دونك استعداد لهذه الدورة، الامتحان أصلا تابع للإطار المرجعي، دائما يمكن اختاروا نماذج اللي تابعة للإطار المرجعي باش تكون الأسئلة مشابهة للامتحان إن شاء الله. دونك نقراو النص، دائما حاولوا تقراو النص باش تقدروا تجاوبوا على الأسئلة الأولى. ألا تتجلى في الحياة العامة قيمة إنسانية كبرى لا يستغني عنها ابن آدم، ألا وهي العمل التطوعي الذي يتجاوز حدود الدوافع المادية ويسمو بالبشر إلى سماء التضامن والتعاون والعطاء المتدفق لكي يغيثوا الآخرين ويخففوا عنهم آلامهم، يخففهم آلامهم عنهم آلامهم ويسعدهم، لا يطلبون وراء ذلك جزاء ولا شكورا، هكذا تنجم عن العمل التطوعي فوائد جمة تعود على المتطوعين أنفسهم استثمارا للوقت وتنمية للمهارات المهنية والاجتماعية وتعزيزا للصحة النفسية وغير ذلك، فما أروع أن يساعد ذو الخبرة أخاه في أوقات الأزمات والكوارث ويتعاون في كبح جماحها. إذن هنا النص أكيد يهضر على واحد القيمة إنسانية اللي هي يعني كما نقول التعاون والتضامن، أو التضامن والتعاون والعطاء، مساعدة الآخرين إلى غير ذلك، وعدوا فوائد كثيرة كما أخبرنا النص. إذن هنا نشوف السؤال الأول، كي قلنا أحدد نوعية النص بوضع علامة مما يلي، يعني علامة إكس أو في مما يلي. يعني إذن هنا واش هذه رسالة، واش قصيدة، كنعرفوا الرسالة كتبدأ بالتاريخ والمدينة إلى غير ذلك، هذا واش ماشي رسالة، واش قصيدة يعني شعر، واش مقالة. إذن من طبيعة الحال فهي مقالة. إذن هنا ندور علامة في مقالة. جوج، أختاروا العنوان المناسب للنص بوضع علامة أمامه. دونك واش العمل التطوعي، من طبيعة الحال هو اللي كيهضر على النص، قيمة التسامح، الحضارة والتقدم، دونك العمل التطوعي لأن يعني مساعد كما قلنا التضامن والتعاون بالعمل التطوعي، يعني كتعتبر تطوع بدون أجرة. هنا آتي بشبكة مفردات كلمة الصحة، دونك ملي كيقول لي الشبكة ديال المفردات، هنا الشبكة ديال المفردات كنعطي الكلمات اللي عندهم علاقة بالصحة بحال المستشفى مثلا، المستشفى بحال مثلا زارة يعني عندها علاقة بالزيارة، مثلا مرض عنده علاقة بالصحة، الطبيب مثلا، ممرض، دواء، كلهم عندهم شبكات مفردات الصحة. هنا أعطي خريطة كلمة العطاء، هنا ملي كنقولوا خريطة ديال الكلمة دونك هنا كنقولوا النوع ديالو، إذا واش اسم ولا فعل، العطاء أصلا فعل إذا اسم. هنا كنحاولوا نعطيو مثلا الشرح ديالو، دونك الهبة مثلا، العطاء هو الهبة. هنا كنحاولوا نعطيو الضد ديالها، مثلا العطاء الضد ديالو هو البخل، واحد كيعطي دونك واحد ما كيعطيش بخيل، دونك الضد ديالها هو البخيل. ثم نركبها في جملة، دونك النوع المرادف الضد، ثم جملة تكون فيها العطاء. دونك نقدروا نقولوا مثلا نقول نربي الأجيال ليصبحوا قادرين على العطاء، ليصبحوا قادرين على العطاء. هنا خمسة، اعطي ثلاث كلمات من عائلة خففة. دونك ملي كنقولوا هنا العائلة ماشي قبيلة بحال الشبكة، العائلة خصهم يكونوا نفس الحروف، مثلا تخفيف، دونك ملي كيقول لي العائلة خص يكونوا نفس الحروف، خفف تخفيف مثلا، مخفف مثلا، مخفف في محلول مثلا، مخفف مثلا، يخفف فعل،
يخفف، مخفف مثلا إلى غير ذلك. ما فوائد العمل التطوعي؟ هو مثلا هو مساعدة الآخرين والتخفيف من آلامهم، مساعدته على حسب ما جاء في النص الآخرين، هادشي اللي قالوا لنا في النص، مساعدة الآخرين والتخفيف من آلامهم ومحنهم، وكتشي اللي كان في النص، وكان عاود تاني في الفقرة الأخيرة وله فوائد مساعدة الآخرين والتخفيف من آلامهم ومحنهم، مثلا واستثمار الوقت، ملي كدير واحد العمل تطوعي هذاك الوقت ما كيضيعش هكاك، واستثمار الوقت، ومن طبيعة الحال والفوز برضا الله عز وجل. 7 أصل بين الجمل والأساليب التي تتضمنها. دونك ألا تتجلى في الحياة العامة قيمة إنسانية كبرى لا يستغني عنها ابن آدم. دونك هذه علامة استفهام، إذا هذا أسلوب الاستفهام. فما أروع أن يساعد ذو الخبرة أخاه في أوقات الأزمات والكوارث. عمل التعجب، إذا أسلوب التعجب. لا يطلبون من ذلك جزاء ولا شكورا، هذا لا يطلبون أسلوب النفي، أسلوب النفي. نسوى رقم 8. من القيم التالية أحدد القيمة التي يتضمنها النص بوضع علامة في أمامها. دونك القيم اللي كيضمن النص، واش كاين التضامن، كاين العنف، كاين الأمانة، من طبيعة الحال فكاين التضامن. دونك نديرو علامة في التضامن. هنا الشكل أشكل الكلمات التالية حسب ورودها في النص. دونك عندي قيمة، حدود، المادية، جمة. إذا هذه قيمة، هاي التي تتجلى في الحياة العامة قيمة. دونك قيمة تن. حدود، الذي يتجاوز هو الفاعل، حدود مفعول به. دونك حدود منصوب، حدود مفعول به. المادية، الدوافع المادية. دونك هذا نعت ديال الدوافع، إذا غيتبعو الدوافع، حدود هذا مضاف إليه، حدود الدوافع مضاف إليه مجرور. المادية، المادية. ثم تنجم عن العمل التطوعي فوائد، تنجم فوائد فعول بفاعل، هنا نعت جمة كثيرة، زعما جمة هي كثيرة. أشكل الجملة التالية، إذا يسمو بالبشر، يسمو بالبشر إلى سماء، مجرور إلى سماء التضامن والتعاون. هنا مضاف إليه، سماء ماذا؟ سماء التضامن، وهذا هو معطوف عليه، خص يكون هو مجرور. ثانيا درس لغوي الصرف والتحويل، أضع كل فعل في الخانة المناسبة. دونك معتل مثال هو اللي في حرف العلة في الأول ديالو، إذا بحال يابسة، حيت حروف العلة هي وايون، الواو الألف والياء. دونك يا يابسة، نجاح، هذا صحيح، إذا صحيح سالم، ما في حتى شي حاجة زايدة، نجاح. نجاح. قام، كاين في الوسط، إذا لك الوسط كيتسمى أجوف، قام. سأل، دونك فيه الهمزة، إذا هذا مهموز في الهمزة، سأل. دنا في الأخر، إذا الناقص، دنا. مد في الشدة، تضعيف.
أحول الجملة التالية إلى المثنى المذكر، المواطن الصالح يساعد غيره. دونك المثنى المذكر المواطنان، يعني مذكران، المواطنان الصالحان يساعدان غيرهما. جوج يساعدان غيرهما، المواطنان الصالحان يساعدان غيرهما. آتي بوزن الكلمات الآتية مع الشكل التام. دونك ساعد نقولوا فاعل، هذا هو الوزن. الحروف الأصلية السين والعين والدال هما الفاء والعين واللام. مكتبة، دونك الحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء. كتب، إذا مفعلة. أتمم الدول بما يناسب، دونك الأفعال أتمم الجدول وليس الدول، الجدول. وتميم الجدول بما يناسب. إذا الأفعال الأوزان اعتمد، دونك هذه غنقولوا افتعل. كتب فعل. ديما الحروف الأصلية هما اللي نديرو فيهم الفاء والعين واللام. هنايا الحروف الأصلية هي عمادة، أما إت راه زايدة، حروف زيادة، دونك حنا نزيدهم إف تعالى. التراكيب، استخرج من النص حرف النصب المضارع وفعل مضارع منصوب وعلامته نصبه. دونك نجيبو النص، إذا حروف النصب كاين هذه كي يغيت، إذا هذا حرف النصب، يغيت فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وكاين هذا أن يساعد، دونك اللي درتو فيهم صحيح. دونك حرف النصب أن، الفعل يساعد، وعلامة نصبه بالنسبة لهذا غنديرو الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. الآخر غنديرو حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هنا أتمم بما يناسب، يساعد المحسن، دونك واش نقولوا أخوه لا أخيه ولا أخاه. دونك يساعد المحسن هو الفاعل، إذا خاصنا نقولوا أخاه. أخاه في تجاوز محنته، حيث هنا خص يكون منصوب مفعول به، هذا الفاعل وهذا المفعول به. يحصل، واش دا ولا دو ولا دي، دونك نقولو يحصل ذو، خص يكون مرفوع، ذو النقطة الجيدة على جائزة تقديرية. أعرب ما تحته خط في النص، دونك هنا نحاولو نعربو يغيث اللي هي هذه. دونك هنايا فعل مضارع منصوب بحذف نون لأنه من الأفعال الخمسة، إذا هو فعل مضارع، فعل مضارع كما قلنا منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومن طبيعة الحال خصنا نعربوا الواو، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، لأن الواو هنا هو الفاعل. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. بالنسبة للحدود، دونك حدود هو الذي يتجاوز، هو حدود، إذا يتجاوز الفعل، هو ضمير مستتر المفعول به الفاعل، حدود مفعول به، دونك حدود مفعول به منصوب. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفتحة الظاهرة على آخره.
ضروري تكمل. الإملاء، أتمم الكلمات التالية بالألف المناسبة. دونك هنا الفتى، إذا الفتى كتكتب ألف مقصورة، الفتى، العصا، إذا هنا أفتيت كتولي ياء، إذا ألف مقصورة. هنا عصا، عصوت، إذا لو ولات واو راها ألف طويلة. هنا بنى، بنيت، ولات ياء، إذا ألف مقصورة. سما، سموت، إذا ألف طويلة. دونك هنا ديما إلا تحولت الياء راها ألف مقصورة، تحولت الواو راها ألف طويلة. هنا أتمم الكلمات التالية بالهمزة المناسبة. دونك همزة وصل أو قطع. بالنسبة لاستعمال، دونك هذه استعمال قطع. إكرام، همزة قطع، إكرام. انتبه، إيمان. دونك همزة قطع كاين عندنا إكرام إيمان. هنا ابن وابن، دونك هنا ابن بطوطة. دونك إلا جا في الأول، أول كلام راه ديما بالألف، ابن بطوطة. هو محمد، لا جاوب بين علامين يعني بين اسمين، خاص تكون بدون ألف. هو محمد بن عبد الله الطنجي الرحالة المغربي. جيد. الإنشاء، أكتب رسالة في حدود 8 جمل إلى صديق لك، تبين له أهمية العمل التطوعي، من خلالها تحث على مساعدة الآخر مع مراعاة ميلي. توظيف عناصر الرسالة. دونك ما معنى توظيف عناصر الرسالة؟ بمعنى أن خصنا نكتب المدينة، المدينة في، ونكتبو تاريخ مثلا 17 يناير 2024 مثلا. ومن طبيعة الحال نديرو العبارة الأولى صديقي العزيز أو صديقتي العزيزة بالنسبة للبنات. دونك هذا نموذج ديال الرسالة، نتمنى يعجبكم. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. هنا كملنا الامتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة في اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي، الدورة الأولى، دورة يناير. شكرا، إلى اللقاء.